تابع السيد أشرف عطية محافظ أسوان صباح اليوم أعمال القافلة الطبية لعلاج مرضى ذوي الهمم، والتي أقيمت بإحدى الجمعيات الأهلية بأسوان، ونظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع إدارة التنمية المجتمعية بأحد البنوك. وقد أجرى المحافظ حوارا مع بعض المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية. والتفاصيل في تقرير زميل جمال صيام. تفقد السيد أشرف عطية محافظ أسوان صباح اليوم أعمال القافلة الطبية العلاجية لذوي الهمم، وذلك بجمعية الشبان المسلمين بأسوان، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بأحد البنوك، حيث أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في قطاع الصحة. وتابع المحافظ أعمال توقيع الكشف الطبي على المرضى من ذوي الهمم. احنا النهاردة يوم من الأيام اللي أنا بعتبرها يوم سعيد جدا بالنسبة لي، ان انا اشوف الملحمة الكبيرة والاستراتيجية القوية جدا، قد ايه النتائج شفتها في عيون الامهات والاباء، وشفتها مع الاولاد قد ايه اللي بيحصل على ارض مصر ده. انا بعتبره انجاز كبير جدا، وعايز اقول ان كان زمان لما كان حد يبقى عنده طفل معاق كان دايما بيداريه في البيت، ما بيبقاش سعيد ان هو بيظهره. قد ايه بنشوف النهارده بنحقق اماني ناس، وعايز اقول كمان يمكن احنا بعد ما كنا يعني عدد الحالات اللي كانت محصوره كان عدد ما كانش كبير، اي حالات هتكون موجوده في داخل محافظه اسوان ان شاء الله هتبقى احتياجاتها مجابه. وطبعا كل ده احنا انتظارا طبعا ان شاء الله للمرحلة القادمة من التأمين الصحي الشامل، ولكن هم دايما سابقين بخطوتين ثلاثة، وده شيء كويس جدا. هم بقالهم أكتر من 7 سنين شغالين في هذا المجال، وأعتقد يعني دعم سيادة الرئيس لذوي الهمم بالشكل ده، وإحساسنا إحنا كمواطنين قبل ما نكون تنفيذيين ومسؤولين إحساس جميل جدا إنك تشوف الفرحة في عيون ابنائنا. ان شاء الله مستمرين، وان شاء الله يعني انا بقول ان قادرون باختلاف نجحوا ومستمرين في النجاح. وبقول حاجه مهمه جدا، ان ده بيحصل في مصر كلها مش في اسوان بس، وده شيء يسعد المصريين، لان اهتمام سياده الرئيس وتنفيذ خطه مصر 2030، وقد ايه ان احنا حاليا دلوقتي كافه المشروعات اللي بتتم على ارض اسوان بنعمل حساب لذوي الهمم في كافه المشروعات. في نفس الوقت القوى العامله بتشتغل على 5% في كافه المصالح الحكوميه او الخاصه باصرار وبتوجيهات، ويمكن بنعمل مخالفات كبيره جدا لكل المصانع والشركات اللي ما بتاخدش ابنائنا وتشغلها ونستعين بيها. حيث تتضمن أعمال هذه القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للمرضى من ذوي الهمم، وإجراء التحاليل الطبية وتقديم الأجهزة التعويضية لهم، وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات بالقاهرة. وقد ضمت القافلة الطبية 12 تخصصا طبيا وصيدلية لصرف الأدوية. أسوان ليها مكانة خاصة عندنا، يعني احنا مش أول سنة نشتغل في أسوان، احنا بقالنا كذا سنة شغالين مع سيادة المحافظ، والحقيقة يعني بيدينا كل الدعم وكل التسهيلات إن احنا نقدر نوصل أو نحقق كل المشاريع اللي احنا شغالين فيها، من توصيلات مياه لتطوير منازل لتطوير مدارس. فالحقيقة احنا هو مش بيتأخر عننا، واحنا سعداء جدا بالشراكة دي. فالحقيقة احنا سعداء بالشراكة دي والنجاح اللي احنا بنحققه، لأنه احنا النجاح الحقيقي ان احنا فعلا نوصل للناس واحتياجات الناس ونشوفهم هم محتاجين ايه ونحققه لهم. القافلة دي الحقيقة محققة نتائج جميلة جدا، وزي ما حضرتك بتقول اي حد ليه احتياج او اي اعداد او اي مستلزمات ليهم بتبقى ناقصة احنا بيقدر يوفرها. وكلنا امل ان احنا نكمل مع محافظة اسوان ونقدر نحقق كل اللي احنا بنحلم بيه المحافظة والبنك ومصر الخير ان شاء الله. كما تضمنت اعمال القافلة الطبية تقديم فقرات ترفيهية غنائية وتقديم بعض الألعاب للأطفال لكسر الحاجز النفسي لدى المرضى من ذوي الهمم وإدخال البهجة على قلوبهم. وقد استمرت أعمال القافلة الطبية يومان
تم خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 600 حالة. أنا سعيدة جدا بزيارة سيادة المحافظ، وأكيد الزيارة دي هتعمل ثقة غير عادي للقافلة والناس اللي بتشتغل كلها. أنا في ختام اليوم الثاني أو اليوم الثاني لسه قدامنا ساعتين ثلاثة شغل. إحنا مبارح استقبلنا 331، ده كان قاعة فاضية خالص. إحنا قدرنا في 24 ساعة نحوله لمستشفى راقية علشان تليق بأهالينا من ذوي الإعاقة. زي ما حضراتكم شايفين عندنا 12 تخصص متاحين النهاردة على أننا نقدم خدمة. الناس يحسوا أن إحنا مش جايين نكشف، فخايفين الأطفال من الدخول للكشف. راعينا العامل النفسي بشكل كبير جدا للولاد، فبقى مهرجان الولاد حابه تيجي وحاسه ان هي رحله بتيجي تنبسط وفي نفس الوقت بتكشف. الحاجات اللي انا محتاجه ااكد عليها ان احنا معانا النهارده معمل تحاليل فوري بيطلع النتائج بتاعته عشان الدكتور يقدر يشخص مظبوط. معانا صيدليه بنصرف كل الادويه، معانا الكراسي بتاع الاجهزه التعويضيه، ومعانا سماعات بنعمل مقياس السمع، واللي محتاج السماعه بياخدها فورا. ده الى جانب ان احنا عندنا لستة تحويلات كبيرة ان شاء الله هنشتغل عليها الشهر اللي جاي وننزل علشان نقدمها لأهالينا. تعد القوافل الطبية بمثابة خدمات طبية علاجية للمرضى، وتأتي هذه القافلة الطبية لعلاج ذوي الهمم بأسوان في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني وجهودها المساندة والداعمة لجهود وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية. تابع لكم أعمال القافلة الطبية لذوي الهمم بأسوان جمال صيام، قناة طيبة.